نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع بيشغل بال كل الناس، مرض السكر. ويعني حانه مرض لحد دلوقتي، كل ما بنقول طفرة وعلاج بنشوف بعد كده معوقات لهذا العلاج. ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يكون جديد في بروتوكول العلاج؟ في جامعة هارفارد أعلنوا عن نجاح بروتوكول كامل للشفاء من مرض السكر من النوع الثاني خلال 5 سنوات من الإصابة. يعني لازم المريض يكون لسه مصاب، ما كملش 5 سنين. البروتوكول الجديد ده اسمه دروب. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل أكتر عن هذا البروتوكول والأبحاث اللي تمت وتم نجاحها وتم الإعلان عنها بهذا الإنجاز الطبي داخل جامعة هارفارد. معانا دلوقتي دكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد عبر زوم. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير وعيد أضحى مبارك. ولو تحدثنا عن البروتوكول الجديد دروب وماذا يقدم لمرضى السكر من النوع الثاني. مساء الخير يا أستاذة هدير، و تحية ليك ولكل المستمعين، وكل عام وانتم طيبين. وحضرتك بخير. بالنسبة للبروتوكول، هو طبعا تم الإعداد له على مدار سنين عديدة من الأبحاث، وزي ما حضرتك تفضلتي إن في فرصة كبيرة للشفاء من مرض السكر في خلال ال5 سنوات الأولى. إحنا عرفنا إن البنكرياس اللي هو يفرز الإنسولين الهام جدا لضبط العمليات الحيويه داخل الجسم، هذا البنكرياس ممكن اعاده عمله للوضع الطبيعي اذا لحقناه في خلال ال5 سنين الاولى بنظام جيد من الحميه والرياضه باسلوب معين يمكن اوضحه لحضرتك. لكن المهم ان لازم يكون في خلال هذه الفتره ويكون المريض لا يعالج باكثر من دوايين للسكر ليس منهم الانسولين خلال ال5 سنين الثالثه بتوع الإصابة. بالضبط، وما يكونش بيعالج باكثر من دوايين، وان يكون نسبه التراكمي بتاعته اقل من 8%. دي الشروط الثلاثه للالتحاق بالبروتوكول بتاع دروب اللي هو احنا بنسميه دايابيتس ريميشن اوت كام بروجرام. والنتائج عرضناها بعد 12 اسبوع، وبعدين نتائج بعد سنه كامله. طب وفعلا حدثنا لقينا اكتر ان يا بعد دكتور سنه عن النتائج. النتائج الاوليه ممتازه جدا. يعني احنا بعد 12 اسبوع جميع المرضى اللي دخلوا في البروتوكول ما احتاجوش لاي علاج وتوقفوا عن العلاج من اليوم الاول لتنفيذ هذا البروتوكول. بعد كده احنا تابعناهم لمدة 9 شهور، يعني تمام سنة كاملة، ولقينا في نهاية السنة ما زالوا 80% منهم لم يحتاجوا لأي أدوية، ونسبة السكر التراكمي في الدم نسبة طبيعية طب ايه اللي بيحصل تحت 6.5. للمرضى المشتركين في هذا البروتوكول بيؤدي لانهم يخفوا من مرض السكر من النوع الثاني؟ هو شوفي، مرض السكر من النوع الثاني يعود بشكل كبير إلى موضوع السمنة، وغير موضوع السمنة الجسم بيقاوم الإنسولين. إحنا وجدنا إن حوالي 7% أو 8% نزول في الوزن بطريقة معينة، مش أي نزول في الوزن، لازم يكون نزول صحي في الوزن، ممكن يعيد إلى حد كبير حساسية البنكرياس للإنسولين وحساسية الجسم ككل للإنسولين. فده بالظبط اللي اتطبق، والحمد لله كانت النتيجه مبهره يعني بالنسبه طيب يا اللي دكتور، اشتركوا في هذا وحضرتك البروتوكول. بتتكلم عن يعني ادويه السكر وعلاقتها بخساره الوزن، واكيد حضرتك متابع انه ده بقى في العالم كله مش بس في مصر، الاعتماد على ادويه معينه وحقن معينه خاصه بمرضى السكر واستخدامها للتخسيس. حضرتك شايف ده ازاي؟ ويمكن الحديث عنها حديث يمكن متناقض بشكل كبير. ناس بتتكلم على انها امنه واستخدامها امن في مجال التخسيس، وحتى شركات الادويه ابتدت تطلع منتجات خاصه ما تبقاش بقى لمرضى السكر وان احنا نستخدمها الناس العاديه تستخدمها علشان تخس، لا، حقن خاصه بالتخسيس بس. هو شوفي، في فرق كبير ما بين كم نزول الوزن ونوعيه نزول الوزن.
الأدوية طبعا بتساعد في كم نزول الوزن، يعني ممكن يوصل 10% 15% أو حتى 20%، لكن نوعية نزول الوزن بالأدوية هي من أسوأ أنواع نزول الوزن، لأن بيحصل نزول شديد جدا في عضلات الجسم. يعني طبيعي في الوزن العادي لما احنا بنحط واحد على عدد أقل من السعرات الحرارية 25% من نزول الوزن بيبقى من العضلات، إنما عن طريق الحقن اللي بينزل من العضلات حوالي 40% من قيمة نزول الوزن. نزول العضلات في حد ذاته مشكلة كبيرة، لأن نزول العضلات بيؤدي إلى حالة من الإرهاق العام والتعب العام عموما، مضافا لأنه وجد يعني طبعا إن الفترة العمرية بتقل بشكل كبير، مضافا لأن الجسم أصلا بيفقد كمية كبيرة من العضلات. يعني المريض بيفقد، مريض السكر وحتى الشخص العادي بياخد حوالي تقريبا 8% من عضلات الجسم بعد كل 10 سنين بعد سن ال40، يعني ما بين سن 40 وسن 70 بيكون فقد حوالي 24% من عضلات الجسم. عند وعشان سن 70 بيفقد 15% من عضلات الجسم كل 10 سنين، فانت لو أعتقد زودتي فقد العضلات هتبقى مشكلة كبيرة. حالة الإرهاق اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، يعني ده يمكن عرض بنسمعه من مستخدمي الحقن الخاصة بالتخسيس، إنه دايما حاسس إنه عنده حالة من الإرهاق والتعب. حضرتك هنا فسرتها بنزول الوزن الخاص بالعضلات. والمشكلة إن نزول العضلات ما تقدرش تسترجع العضلات تاني، يعني العضلات دي الجسم بكونها بثلاث هرمونات، هرمون النمو وهرمون الأنسولين والهرمونات الذكرية والأنثوية. في سن ال40 بتبدأ الهرمونات دي كلها تنزل، فمن الصعب إن تستعيدي العضلات دي تاني. الحاجة التانية إن العضلات هي مكان حرق الطاقة، فنزول العضلات معناه إن حرق الطاقة بيقل، والفرصة لزيادة الوزن هتبقى أعلى بكتير عند توقف هذه الأدوية. طيب دكتور، عايز أعود معاك لدروب، وإيه الخطوة الجاية في هذا البروتوكول بعد النجاح اللي تم تحقيقه خلال المرحلة التجريبية؟ هو دروب عموما الهدف اللي كان الأساسي منه توقف الأدوية تماما والعودة إلى مرحلة الصفر بالنسبة للسكر والمحافظة على عضلات الجسم. يعني احنا ما عملنا قياس دقيق جدا بكم العضلات في الجسم قبل البرنامج وبعد البرنامج، نسبة العضلات لنسبة الدهون بتزيد، ومعنى كده ان ممكن الحفاظ على الوزن لفترة جيدة. احنا كمان بنقول للمرضى ان هم بيحطوا جهاز لقياس السكر مستمر، وان في نسب معينة اذا نزل عنها، يعني 80% من 85% من الارقام في المعدل الطبيعي، ممكن يرجع يعيد اسبوع تاني من ال 12 اسبوع الاولانيين. النهارده طبعا العديد من دول العالم هتطبق البرنامج ده، توقعي، واحنا بصدد اجراء بحث كبير في 5 دول حوالين العالم، فان شاء الله يتم هذا البحث، ونتمنى ان النجاح بعد سنه يستمر لسنتين وثلاثه واربعه اذا الشخص يداوم على النظام بشكل جيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد، كنت معانا من الولايات المتحدة الأمريكية. بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.